كده احنا خلصنا كروموسوم. ندخل بقى على البروتكشن اوف كروموسوم. تمام؟ ندخل على الجزء بتاع البروتكشن اوف كروموسوم. الجزء اللي هو بتاع طريقه الحمايه شوارسين الصبح دي. البروتكشن اوف كروموسوم، طريقه الحمايه من الكروموسوم. اول طريقه حاجه اسمها الباسيفيك، حاجه اسمها الباسيفيك. طب يعني ايه باسيفيك؟ البروتكشن اوف كروموسوم يعني ايه باسيفيك؟ باسيفيك معناها ترانسفورميشن اوف كروموسوم ان ستيبل سيرفيس تو باسيف ان ستيبل سيرفيس. الباسيفتي معناها ايه؟ الباسيفتي معناها transformation of corroded and unstable surface to passive and stable surface. يعني انا عايز احول surface unstable. يعني ايه unstable؟ يعني بيتفاعل بسرعة جدا مع الحاجات اللي موجودة. عايز احوله surface stable. يعني ايه stable؟ يعني ما يتفاعلش مع اي حاجة او ما يتأثرش اي حاجة. فانا دلوقتي passive معناها ايه؟ عايز احول السطح اللي موجود عندي من سطح عن ستيبل. يعني اي حاجة موجودة ممكن تتفاعل معاه عايز احوله لسطح تاني. السطح ده ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني مهما يكون في حاجات موجودة ما تقدرش تتفاعل مع سطح المعدن اللي عندي. فلما ما تقدرش تتفاعل مع سطح او السيركس بتاع المتل اللي عندي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ يبقى انا كده قدرت احمي المتل. طب انا بعمل الكلام ده ازاي؟ ازاي بحول السطح بتاع المتل من unstable لستيبل؟ بحول سطح المتل من unstable لستيبل. ده عشان اعمل الكلام ده لازم اكون حاجه. ايه هي الحاجه اللي هكونها؟ اول حاجه لازم اعمل formation of protective film. لازم اعمل formation of protective film. البروتكتيف فيلم ده يعني ايه بروتكتيف فيلم؟ يعني الطبقه دي طبقه حمايه. طيب البروتكتيف فيلم دي لازم يكون ليها شروط. الصوت البروتكتيف فيلم دي لازم يكون ليها شروط. ايه شروط البروتكتيف فيلم؟ اول حاجه لازم تكون فيري ثين فيلم. شروط البروتكتيف فيلم اول حاجه لازم تكون very simple. لازم تكون طبقة رقيقة جدا. تاني حاجة لازم تكون الطبقة دي أول حاجة stable insoluble ما بتبوظش ونون بوظ. تاني أنا دلوقتي عايز أعمل حماية من corrosion. بعمل الحماية دي إزاي؟ فبعمل أول طريقة اسمها الباسيف. ايه هي الباسيفتي؟ ان انا عايز احول سطح المتل من unstable لستيبل. لا عايز احوله لستيبل علشان ما يتفاعلش مع اي حاجه موجوده حواليه. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هكون طبقه على المتل. طب الطبقه اللي انا هكونها على المتل دي مالها؟ بسميها بروتكتيف فيلم. طب مال البروتكتيف فيلم ده؟ البروتكتيف فيلم ده عشان اكونه لازم يكون له شروط. ايه هي الشروط بتاعته؟ اول حاجه لازم يكون فيري سيمبل. لازم يكون طبقه رقيقه جدا. طب تاني حاجه لازم يكون الفيلم ده ستيبل. تمام؟ وغير ستيبل لازم يكون انسوليبل ما بيدوبش عشان ما مش بعد ما اكونه يتشال. ولازم يكون نون بورس. نون بورس يعني ما فيهوش اي مسام. يعني انا لما اكون الطبقه دي يبقى الميتال اللي عندي او المعدن اللي عندي لما اكون عليه الطبقه يبقى الميتال ده مش متعرض لاي حاجه. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه مسام. طب عايز اخد اكزامبل للكلام ده.
الاكزامبل بتاع الكلام ده هو الستان ستيل. طبعا كلكم عارفين الستان ستيل. اول الستان ستيل دي الحاجه اللي احنا بنعمل منها اللي هي الصواني والمعايير والحاجات دي، تمام؟ طبعا انت ما بتروحش مثلا تشتري معلقه حديد، المعلقه اللي انت بتجيبها دي بتبقى ايه؟ ستان ستيل. ليه؟ لان انت الحديد لو المعلقه دي من الحديد مجرد ما تحطها في الميه هيحصل لها ايه؟ هتصفر، تمام؟ فانا بعمل الستان ستيل. الستان ستيل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حديد معقوق. الستان ستيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن حديد معقوق، تمام؟ طيب الكلام ده مهم جدا. الستان ستيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن حديد معقوق. هعمل ايه؟ دلوقتي لو انا قلت لك ان انا عندي حته حديد اهي مش حاطين الصوت، لو انا قلت لك انا عندي حته حديد اهي، تمام؟ قلت لك الحديد ده لو انا عندي معلقه من الحديد بس، لما احط الحديد ده في الميه هيحصل له ايه؟ هيصفر، يعني هيحصل له خروج، يعني اف اي هيتحول لاف اي مصفوف مصفوف اف. الاف اي هيتحول اف اي مصفوف مصفوف اف، يعني هيتاكل الاداء هيطلع لي فوق اف، تمام؟ تاني لو انا عندي الحديد لوحده، الحديد ده لو احطه في الميه هيحصل له كوروجن، يعني هيتحول لاف اي مصفوف مصفوف اف، تمام؟ طيب طب الفو الكترون دول لو انا حاطط مع الحديد ده كروم، لو انا حاطط مع الحديد ده كروم، الكروم ده هيعمل ايه؟ الكروم ده هيروح واخد الفو الكترون اللي موجودين، الكروم ده هيروح واخد الفو الكترون اللي موجودين. يبقى لو انا حاطط الحديد بس اف اي هيتحول لاف اي مصفوف مصفوف الكترون. طيب لو انا حاطط كروم، الفو الكترون دول مين اللي هياخدهم؟ الكروم. الفو الكترون دول مين اللي هياخدهم؟ هيروح فين؟ هيروح للكروم. مع وجود الاوكسجين اللي موجود في الجو، مع وجود الاوكسجين اللي موجود في الجو ده هيديلك ايه؟ ده هيديلك سي ار او 4 عليها ماينس 2. يبقى 2 الكترون اللي طالعين من الحديد مين اللي هياخدهم؟ الكروم. وجود الاوكسجين اللي موجود في الجو ده هيديلك سي ار او 4. بالطبقه دي هي الاوكسايد فيلم اللي انا دلوقتي عمال اتكلم لك عليها. الطبقه دي بتكون ستيبل، بتكون انسوليبل، وبتكون نون بورس. انا دلوقتي كونت طبقه على الحديد، الحديد ده كونت عليه طبقه من سي ار او 4 ماينس 2 اهو، كونت عليه طبقه من سي ار او 4 ماينس 2. يبقى انا دلوقتي حبيت الحديد جوه في الطبقه دي، الحديد طبقه من سي ار او 4 ماينس. يبقى لما يجي يقول قول لي اكزامبل على على الباسيفيتي، هروح كاتب له الاكزامبل ده. لو انا حاطط حته حديد بس، حته الحديد لوحدها بتتاكل، طب دي هتطلع لي فوق ايه؟ طب افرض ان انا حاطط معاه كروم، الفوق الكترون دول مين اللي هياخدهم؟ الكروم. مع وجود الاوكسجين اللي موجود في الجو هيديني سي ار او 4 عليها ماينس 2. السي ار او 4 ماينس 2 ده عباره عن اوكسايد فيلم. ايه هو الاوكسايد فيلم؟ الاوكسايد فيلم ده انسوليبل وستيبل ونون بورسيت. يبقى انا دلوقتي حته الحديده اللي عندي او المعلقه اللي عندي اتكون عليها طبق من الكرومنيوم اوكسايد، دي عزلت حته الحديد تماما عن الميه او عن الرطوبه او عن الاوكسجين، فانا منعت الصدى بتاع الحديد. طيب ناخد اكزامبل تاني. اكزامبل تاني الالومنيوم مع الزنك. اكزامبل تاني الالومنيوم مع الزنك، تمام؟ العلب المصنوعه منها الكنز وعلب الكونه والحاجات دي، دي بتبقى عباره عن المونيوم مزهر. العلب المصنوعه منها علب الكونه والكنز والحاجات دي، دي بتبقى عباره عن المونيوم مع زنك. ليه؟ عشان يحصل عندي نفس الكلام، يتكون طبقه من الاوكسايد من الالومنيوم اوكسايد. الطبقه دي مالها؟ دي بتبقى ستيبل وانسوليبل ونون بورس. يبقى انا كده خلصت الجزء بتاع الباسيفيك. في مشكله؟ لا خلاص، انت دلوقتي حصل كروجن لفتره معينه، تمام؟ بعديها كروجن ده وقف. ليه وقف؟ لان انت خلاص عزلت الحديد تماما. ده خلاص بقى
هتلاقيها مثلا بعد استعمال طويل شويه هتلاقي قل وزنها قل شويه تمام؟ انما مش هتلاقيها ثابت خالص. Reduction بتاعت الحديد يبقى هنا الزنك
هيشتغل كأنا. ازاي؟ هيشتغل كأنا. وهنا الحديد هيشتغل ككسر. هنا الزنك خلاص الاي مود بتاعته يعني اقل يبقى هو اللي هيشتغل كأنا. السؤال ده مهم، طالما الاي مود بتاعته اقل يبقى هو اللي هيشتغل كأنا، طالما الاي مود بتاعته اكبر يبقى هو اللي هيشتغل ككسر. طيب دلوقتي انا لما اجيب طبقه، لما اجيب حديد وغطيته بطبقه من الزنك، لما اجيب حديد بعد ما اجيب الحديد ده اروح مغطيه بطبقه من الزنك، انا قلت الزنك ده بيشتغل كايه؟ كعلم. يبقى انا كده عملت له انوديك كود، طالما غطيته انود يبقى انا كده عملت له انوديك كود. تاني دلوقتي عندي الاي نود بتاعت الزنك افضل من الاي نود بتاعت الحديد. احنا اتفقنا ان الحاجه اللي موجوده في اقل اي نود دي بتشتغل كعلم، والحاجه اللي موجوده في هاي اي نود دي بتشتغل ككسر. هنا ده لو اي نود ريدكشن فده هيشتغل كعلم، ده هاي اي نود ريدكشن فده هيشتغل ككسر. تمام؟ فهنا ده العمود وده الكسر. طيب يبقى انا دلوقتي جبت حته الحديده وغطيتها بقلم فحاجه بتشتغل كعلم، يبقى انا كده عملت انوديك كود. لو غطيتها بحاجه بتشتغل ككسر يبقى انا كده عملت لها تصادق كتر. طيب نيجي نشوف في حاله الحديد مع التهم، حاله الحديد مع التهم الغطيه. تمام؟ حاله الحديد مع التهم احنا كده طبعا شايفين ان الاي نود بتاعت الحديد اصغر من الاي نود ريدكشن بتاعت التهم. هنا الحديد هو اللي هيشتغل كعنف والتاني هو اللي هيشتغل ككسر. هنا الحديد هو اللي هيشتغل كعنف والتاني هو اللي هيشتغل ككسر. انا دلوقتي لو جبت الحديد وغطيته بطبقة من التن، أنا قلت لك الحديد التن هنا بيشتغل كإيه؟ ككسر. أنا كده عملتهم كسوديك كود لأن أنا غطيته بكسر. أنا كده عملتهم كسوديك كود لأن أنا غطيته إيه؟ لأن أنا غطيته بكسر. يعني الفرق ما بين الأنوديك كود والكسوديك كود، الأنوديك كود يعني أنا بغطي الميتال اللي عندي بأنو، حاجة بتشتغل كأنو. يعني بغطيه بمثل يكون ليه اي نود اقل من البيست ميثل. تمام؟ طيب حالة الكاثوديك كودنج مالها؟ الكاثوديك كودنج دي من اسمها بغطيه بكسر. يعني ايه؟ يعني بغطيه بمادة تكون الاي نود بتاعتها اكبر من الاي نود بتاعت البيست ميثل اللي هو الميثل الاساسي اللي عندي. طيب يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الانوديك والكاثوديك. الانوديك يبقى بغطيه بانوديك، الكاثوديك كودنج يبقى بغطيه بكسر. طيب هنا دلوقتي هنشوف مين افضل. تمام؟ دلوقتي هنشوف مين افضل. انت ممكن تستخدم الاثنين، ممكن تستخدم ده او ده. دلوقتي هنشوف انهي واحد افضل. تمام؟ انا دلوقتي ممكن اغطيه بطبقه من التاني وممكن اغطيه بطبقه من السادس. صوت شايفين الورق. طيب دلوقتي لو انا عندي حته حديد، حته الحديد دي انا مغطيها بطبقه كامله من الزنك او مغطيها بطبقه كامله من التام. تمام؟ طول ما انا مغطيها بطبقه كامله يبقى حته الحديد دي مش متعرضه لاي حاجه، يبقى في الحالتين البروتكشن كويس. طول ما انا مغطيها بطبقه كامله معنى كلامي ان انا مش معرضه لاي حاجه، معنى كلامي ان انا البروتكشن يبقى انا عامل لها حمايه تامه من اي مصدر خارجي موجود حواليها. المشكله كلها في حاجه واحده، المشكله كلها لو حصل كسر في الطبقه دي. تمام؟ المشكله كلها لو حصل عندي كسر في الحته دي في الطبقه اللي موجوده بره. تمام؟ طيب انا دلوقتي
طول ما انا مغطيها تغطيه كامله مستحيل يحصل طروشه في حد التن او في حد الزل، تمام؟ لان انا مغطيها هغسلها عن كل حاجه. المشكله كلها لو حصل كسر في الطبقه اللي فوق دي، لو حصل كسر هنا دي المشكله. طيب ايه المشكله هنا؟ دلوقتي بيتفاعل الزنك بيشتغل كايه؟ كعنف. والحديد بيشتغل كايه؟ ككسر. صح؟ هنا الزنك بيشتغل كعنف والحديد بيشتغل كايه؟ ككسر. تمام؟ طيب لو كونت لو اتكسرت لو اتكسرت مش انا هيبقى عندي فرق في التركيزات؟ مش ضغط عرض الهواء اقل وضغط عرض الهواء اقل؟ صح؟ يبقى هيتكون عندي الكتروكيميكال سيرف ولا لا؟ لان انا بقى عندي فرق في التركيزات، يبقى هيتكون عندي الكتروكيميكال سيرف. طيب دلوقتي انا بقول لك ايه؟ دلوقتي الزنك مش ده الانود؟ صح؟ احنا اتفقنا مين الجزء اللي بيحصل له كروجن؟ هو الانود. يبقى الزنك ده هو اللي هيحصل له كروجن، يبقى الزنك ده هو اللي هيتاكل. صح؟ بس حته الحديد اللي انا عايز احميها لسه زي ما هي. في مشكله في الكلام ده؟ الزنك طبقه الزنك هو اللي هيتاكل، انما حته الحديد اللي انا عايز احميها هتفضل زي ما هي. طب نيجي نبص على النوع الثاني. احنا اتفقنا ان ده بيشتغل ككشف. ده بيشتغل ككشف. اتفقنا ان الاف اي بيشتغل كأنف. يبقى مين اللي هيحصل له كروشه؟ الاف اي ولا الثاني؟ الاف اي. الاف اي ده هو الأنف، يبقى ده اللي هيحصل له كروشه. يبقى الحديد اللي انا عايز احميه، لا ده انا وفرت له وسط اكتر يحصل فيه الكروشه. هنا بص اللي هيحصل له كروشه، انا المثل الاساسي اللي عندي اللي عايز احميه هو الحديد، تمام؟ هنا مين اللي هيحصل له كروشه؟ الزنك. طب ما ممكن بعد ما الزنك يحصل له كروشه اروح لاخد طبقه ثانيه من الزنك. انما هنا مين اللي هيحصل له كروشه؟ الحديد اللي انا عايز احميه اصلا هو اللي هيحصل له كروشه. يبقى مين اللي يفضل؟ الانود كوتنج ولا الكاثوديك كوتنج؟ يبقى طبعا مين الكاثوديك؟ انما هنا هيحصل لا الكلام ده بيتقال بعد 30 40 سنه. انت مش اول ما تحط طبقه زيت تتفاعل مع الاوبشن بتاعك. لو حصل كسر التاكل هنا بيتم سريع جدا. يعني انت وفرت ان انت قومتها حاليا يحصل كام كسر؟ تستخدمه لو انت مغطيه طبقه كامله. انما لو حصل كسر ما بيبقاش كويس. يبقى دايما كل اللي هي بتاعي الصوره. كل ما تغطيها احسن اكتر كل ما هيتفسخ على بعض. ممكن يحصل لها كروشن ولا لا؟ فهنا اللي هيحصل له كروشن
من الإجابة؟ بعد الإجابة هي دي. هي دي. وده اللي هنقول الكود اللي هو الكود البروتكشن. لا انا هنقول البروتكشن ازاي؟ لا انا مش ازاي البروتكشن. صح؟ يعني كود ده ليه؟ ده سؤالك؟ بعد 18 فور الكيمياء.
كانش التالتال انرجي. احنا بنحول كيميكال انرجي الكتريكال انرجي، انما هنا بنحول الكتريكال انرجي لكيميكال انرجي. طيب ده كان فلك وده الالكترونات. حول الكتريكال انرجي لكيميكال انرجي، يعني انا لازم يكون في عندي سورس اوف الكتريسيتي، لازم يكون في عندي مصدر للتيار الكهربي. تمام؟ لازم يكون في عندي سورس الكتريسيتي اللي هو مصدر للتيار الكهربي. غير حاله الجرماني السلبي الانرج يبقى النيجاتيف، والكاثود يبقى البوزيتيف. حاله الالكترونات الانرج يبقى النيجاتيف، والكاثود الانرج يبقى البوزيتيف، والكاثود بيبقى النيجاتيف. تمام؟ الانرج يبقى البوزيتيف والكاثود بيبقى النيجاتيف. طيب يقول لك طب الزميل كويس سوليد بروتكشن في حاله الجالفانيك سيل، هو اللي انا كاتبه ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه اللي هو السوليد بروتكشن اللي هو الانوت كوتنج اللي هو في حاله ايه؟ الجالفانيك سيل. تمام؟ اللي انا لسه قايله من شويه. يبقى افتكر ده في حاله الجالفانيك سيل، ان انا واصف الميتال اللي عندي اللي انا عايز احميه بماده ثانيه او بميتال ثاني تكون الاي نود ريدكشن بتاعته اقل من الاي نود ريدكشن بتاع الميتال الاصلي. فانا كده بعمل انودي كودنج، يعني بخلي الماده اللي عندي كاثود، يبقى انا كده بعمل الكاثود بروتكشن اللي انا لسه شارحها من شويه اللي هي زي الانودي كودنج. تمام؟ طيب ده في حاله الجرمانيك سيل. طب في حاله الالكترولايتيك سيل سوليد بروتكشن معناها ايه؟ معناها ان الميتال اللي انا عايز احميه عايز اخليه يشتغل ككاثود. سوليد بروتكشن معناها ان الميتال اللي انا عايز احميه عايز اخليه يشتغل ككاثود. هنا خليته يشتغل ككاثود ازاي؟ ان انا وصلته لماده ثانيه الاي نود بتاعتها اقل، فالماده الثانيه دي اشتغلت كعنود، فالميتال اشتغل كايه؟ ككاثود. طب حاله الالكتروليتيك سيل عايز اخليه ككاثود. قلت لك في حاله الالكتروليتيك سيل تحول الطاقه الكهربائيه لطاقه كيميائيه، فلازم يكون في عندي مصدر للتيار الكهربي. ادي مصدر للتيار الكهربي سورس اوف الكتريسيتي بطاريه. تمام؟ ادي بطاريه طبعا نيجاتيف بوزيتيف. تمام؟ قلت لك انا عايز اخليه كاثود، وقلت لك الكاثود هو النيجاتيف الكترون حالي الالكترولايت سيل. الكاثود هو النيجاتيف الكترون. فانا دلوقتي لو عندي حته حديد عايز اخليها كاثود في حاله الالكترولايت سيل، هوصلها بالقطب السالب بتاع البطاريه. هوصلها بالقطب السالب بتاع البطاريه. ليه وصلتها؟ هنا الاول ليه حطيت مصدر التيار الكهربي؟ لان انا قلت لك الالكترولايت سيل تحول الطاقه الكهربائيه الكيميائيه، يبقى لازم يكون في عندي مصدر التيار الكهربي. حطيته. طب هوصل البطاريه اللي هوصل الحديد اللي عندي بيه النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ انا عايز اعمله كسوليد بروتكشن، يعني عايز اخليه كاثود، وقلت لك الكاثود هو النيجاتيف الكترون، فعلشان كده وصلته بايه؟ بالنيجاتيف. والبوزيتيف هوصله بالارض. تمام؟ طيب النيجاتيف ده الكاثود هيقعد يطلع الكترونات. الالكترونات دي هيحصل ايه؟ هتتكون على السطح بتاع الحديد فهتمنعه من الخروج. تمام؟ انا كده عملت عليه الكترون شيل، عملت عليه غطيته طبعا من الالكترونات او من الالكترونز. الالكترونز دي عملت ايه؟ منعت التآكل بتاع الحديد. اهم كل وي كونكت. ذا ميتال ويز ذا نيجاتيف بارت اوف بدل، اوصله الجزء الثابت بتاع البطاريه. سو وي ميك ذا ميتال وورد از كاثود. انا كده هشغله ككاثود. ان الكترون شيل از فورمد بروتكت ذا ميتال فروم كورجن. دي مشكله في الكلام ده؟ عرفت؟
فرق حالي كان فرق الكولاتيك ده هيخليه يحسب ازاي؟ ان انا اوصله بميتا التاني الاي نود بتاعته اقل فالميتا التاني هيشتغل في كانود والحديد اللي انا عايز احميه هيشتغل في كانود. طب هنا اوصله ببطاريه البطاريه دي مالها؟ هنا اوصله بجزء السالب عشان الميتا يشتغل ككف. Thank you.
the mass of air required per kilogram. Calculate the mass of air required per عايز يكسب وزن الهواء required per kilogram required per 1 kilogram of oil. بيقول لك if 20% excess air is used to complete combustion استخدمت 20% excess air هواء زيادة. ايه لازمة الهواء الزيادة اللي انا بستخدمه؟ عشان ادخل اكسجين اكتر عشان اضمن ان كل المادة اللي عندي ايه؟ تتحرك. تمام؟ ايه لازمة الهواء الزيادة اللي انا بدخله؟ انا بدخل هواء زيادة علشان اضمن كل ان انا دخلت لو اكسجين اكتر، الاكسجين الاكتر ده هيتفاعل مع كل او هيحرق كل الزيت او كل المادة اللي موجودة عندي. بيقول لك تقارن الزيت ده يحتوي على 85% من الكربون وبيحتوي على 15% من الهيدروجين. الزيت اللي عندي يحتوي على 85% كربون و 15% هيدروجين. بعد كده بيقول لك also calculate. بيقول لك also calculate the composition by mass of dry road. تمام؟ يقول لك اكسبتد كونسبشن او اكسبتد دراي رود. ده تاني مطلوب، ده اول مطلوب وده تاني مطلوب. اكسبتد دراي رود بيقول لك لو الاير، لو تركيب الهواء ده عباره عن 20% نيتروجين 20% اوكسجين و 80% مية. بص اول حاجة عايزين نعرفها ايه؟ انا قلت لك اول ما شرحت تركيب الهواء ماله 23% اوكسجين 77% مية. لو ما ادالكش تركيب الهواء في المسألة فانت تعمل التركيب ده. لو ما ادالكش تركيب الهواء في المسألة فانت بتحط التركيب ده. طب افرض ادالك تركيب الهواء فانت بتستخدم التركيب اللي ادالك في المسألة. تمام؟ فلو ما ادالكش تركيب الهواء في المسألة فانت بتستخدم 23% اكسجين و 77% نيتروجين. طب افرض ادهولك في المسألة فانت بتستخدم التركيب اللي ادهولك. طب انا بقى هحل المسألة ازاي؟ المسألة خطواتها سبعة. أول حاجة أجيب المسألة. أول حاجة بعملها إيه؟ بجيب المادة اللي أنا عايز أحرقها. أدي الزيت. واكتب التركيب اللي ادهوله. اللي هو 85% كربون و 15% هيدروجين. ده التركيب اللي ادهوله في المسألة. تمام؟ ده أول حاجة بقى الزيت اللي أنا المادة اللي أنا عايز أحرقها واكتب التركيب بتاعها بنفس المنظر ده. طيب قلت لك دلوقتي هو عايز يحسب الماس ريكوايرد بير كيلو جرام، يعني عايز أحرق 1 كيلو جرام من الزيت. ال 85% من الكيلو جرام هتساوي قد ايه؟ تساوي طبعا 850 جرام. يعني 85% من الكيلو هتساوي 850 جرام. ال 15% هتساوي كام جرام؟ 150 جرام. اهو 850 وال 150 هيديني الكيلو جرام. ده قال التركيب ازاي؟ 85% كربون 15% عادي. بقول لك كالكوليت ده ماسك كتير بفرق من الكيلو جرام. صوت. فانا بعمل ايه؟ بجيب الماده اللي انا عايز احرقها واروح كاتبها. وانا 85% كربون اللي هي 850 جرام واخد 15% هيدروجين اللي هي من 1 كيلو جرام اللي هي 150 جرام. بعد كده بعمل ايه؟ قلت لك الكمباشر ده ناتج من تفاعل ايه؟ اي ماده مع الاكسجين، صح؟ فانا هجيب الكربون وافعله مع الاكسجين ده هيدي لك ايه؟ CO2. الكربون
وعن الأكسجين ده يديني CO2، وهاخد برضه الهيدروجين مع الأكسجين ده يديني H2O. ده نوعي المعدات. هنا عندي واحدة كربون وواحدة كربون، ده موجود الأكسجين زي العكس، اثنين موجود اثنين أكسجين موجود. هنا عندي اثنين هيدروجين اثنين هيدروجين، أيوة في الأكسجين بالعكس، هنا عندي واحدة هيدروجين يقرب هنا خلاص. تمام؟ محدش يحطني هنا اثنين وهنا اثنين، يبقى المسألة غلط. حط هنا اثنين وهنا اثنين غلط. تاني. أنا دلوقتي بجيب الكربون، بفعل مع الأكسجين هيديني CO2. بجيب الهيدروجين، بفعل مع الأكسجين هيديني H2O. تاني. بجيب المادة اللي أنا عايز أحرقها، وأعمل فيها إيه؟ وأروح حاط جايب نسبة كل مادة فيها. بعد كده بجيب كل حاجة وأروح مفعلها مع الأكسجين. هجيب الكربون فعلا مع الأكسجين هيديني CO2، الهيدروجين فعلا مع الأكسجين هيديني H2O. طيب بعد كده هعمل ايه؟ الهيدروجين بكام؟ الأكسجين الكربون بكام؟